رقم واحد الحقائق، خلينا نتكلم على الحقائق بعد الورد، خلينا نتكلم على الحقائق. الحقيقة الأولى أن بيتسو موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي حاليا وبعقد ممتد حتى نهاية هذا الموسم. هل في خلاف على هذه الحقيقة؟ طيب الحقيقة الثانية أن إدارة النادي الأهلي عقدت جلسة مفاوضات للتجديد في وقت سابق، ومن خلال المصادر الرسمية في النادي الأهلي لقناة الأهلي والمركز الإعلامي تحدثنا عن هذه الجلسة في هذه القناة وفي الموقع الرسمي. دي الحقيقة الثانية. رقم ثلاثة، الإعلام الرسمي للنادي الأهلي سواء المركز الإعلامي أو قناة النادي الأهلي اللي احنا بنتكلم منها مع حضراتكم هي أول جهة ستعلن عن وجود أي جديد سواء بالتجديد أو بوجود قرار آخر حسب رؤية إدارة النادي وقراراتها. مع احترامي لكل من يجتهد، هو المصدر اللي قالك من أسبوع إن موسيماني جدد، النهارده قالك ما جددش. والناحية التانية أو الموقع التاني اللي موسيماني قالك إن هو ما جددش، المصدر اللي قالك إن موسيماني ما جددش من أسبوعين هو اللي قالك النهارده إن هو جدد. لا هذا الكلام صحيح ولا هذا الكلام صحيح. أنا قلت لحضراتكم ثلاث حقائق مصر كلها عارفاهم، الأهلاوية كلهم عارفينهم على الأقل يعني. مفيش حاجة اسمها مصدر صرح. حكاية مصدر صرح دي مش موجودة في النادي الأهلي، النادي الأهلي عندما يكون عنده خبر هتلاقوه بيعلنه بشكل رسمي. عنده قنواته الرسمية. لما بيحب يصرح بأي شيء بأي شيء بيحصل بيصرح سواء في المركز الاعلامي او من خلال القناه. اشمعنى النادي الاهلي؟ طب ما في انديه اخرى وحابين ان انا اقول بالاسم اقول، في انديه اخرى عندها مشاكل في المدربين، وانديه اخرى بتنزل درجه ثانيه، وانديه اخرى انديه ثالثه غيرت مدربين، وانديه رابعه بيحصل فيها كذا، وانديه خمسه ما عندهاش مدرب، وانديه سته عندها مشاكل في اللاعبين، انديه سبعه ما عندها مشاكل في تجديد اللاعبين، انديه ثامنه عندها مشاكل في ان هي ما كسبتش ولا مباراه، عندها في. هنقعد نتكلم من هنا للسنه الجايه. هنقعد نتكلم من هنا للسنه الجايه، ولكن هي القصه دلوقتي هو موسيماني جدد ولا ما جددش؟ وكل يوم مصدر مسؤول من النادي الاهلي، طب ما تقول لنا، قولوا لنا مين المصدر ده يا جماعه لو سمحتوا. لو ينفع يعني تقولوا لنا. هو حضرتك لو انا جيت انا واحد بيقرا فقريت الموقع بيقول من اسبوع ان موسيماني مش هيجدد، والنهارده هو نفس الموقع بيقول ان موسيماني جدد، خلاص؟ انا كقارئ هعمل ايه؟ هقول له والله 100 100، هو موسيماني جدد ولا ما جددش؟ من اسبوع انت كنت قايل ان هو جدد والنهارده بتقول ما جددش. موقع تاني يقول لك من اسبوع قال ان هو ما جددش ودلوقتي بيقول ان هو جدد وخلص. كلام غريب جدا وبيحصل. ما اعرفش بيحصل ليه، على الرغم من ان انا ما اتكلم عن النادي الاهلي طبعا، اتكلم وقول اللي انت عايزه، ولكن يا جماعه في انديه اخرى كثيره جدا جدا في الدوري العام المصري، في 17 نادي غير النادي الاهلي، ها؟ تقدر تعمل عليهم قصه الورده دي، جدد ما جددش، جاب مدرب ما جابش، جاب لعيب ما جابش، عمل فتره انتقالات شتويه كويسه ولا لا، تقدر تقول زي ما انت عايز. لكن بهذا الشكل وكل يوم صبح وظهر وبالليل ومصدر مسؤول ومصدر اساسي ومصدر ايه يا جماعه؟ يعني الكلام الحقيقه ما يصحش، ما يصحش.